السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم شهوات مختارة مع وصفة جديدة ضمن وصفات الكيك اليومي. وصفتنا اليوم ميني كيك رائع اقتصادي وسهل في التحضير. كيستحق التجربة، كيجي خفيف وهشيش والمكونات ديالو بسيطة والمذاق ديالو رائع. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. غنحتاجو جوج بيضات، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، جوج كيسان ونص ديال الدقيق، جوج خمارات، قبيصة د الملح، واحد المعلقة صغيرة ديال الفاني. خديت هاد السلافة من داك البيض، غندير قبيصة الملح وفاني، السنيدة. خديت هنا المضرب، غادي نحاول نطلع هاد البيض والسنيدة. وجه ديالنا هو طلع مزيان وبيض. السكر دايب، غادي دابا نزيد الزيت. غادي نطرب مزيان حتى يتجانسوا. طرب مزيان الزيت مع البيض. غادي نزيد دابا الحليب، نضرب واحد شويه ونحبس. غنحيد هاد الطراب الكهربائي وغنخدم غير بالطراب اليدوي النواشف. غندير نزيد الدقيق، نزيد الخميرة، الخليط ديالنا هو هذا، كيكون بهذا الشكل. احتاجيت فيه جوج كيسان ونص ديال الدقيق. نخليه على جنب وغنمشي نوجد ليمون. خديت هاد ليمون الصغار، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق، غنفرغ فيهم الخليط.
غنحاول بحال هكا نحركو مزيان، نضربو مع السطح ونشوف لي خاصها شي حاجة نزيدها. مخصناش نعمروهم حتى الفوق، بالي واحد شويه ديال الخليط. خديت هاد ليمون ديال الكاب كيك غنعمرهم، غنخلي ليمون على جنب، غنمشي نوجد التزيين. التزيين عندي هنا تفاحه، غناخدها غنقيها ونحكها. عندي اللوز افيلي، عندي الزبيب، عندي هنا السكر والقرفه. غناخد هاد التفاحه غنقيها ونحكها ونرجع. التفاحه هنايا حكيتها بهذا الشكل، خليت التفاح حتى لاخر لحظه باش ما يكحلش. غنمشي دابا نجيب ليمون، غادي التفاح بديت كنزين في الليمون. ناخد اللوز افيلي، دير شويه فوق من ناخد الزبيب، هاد الزين كيبقى اختياري، راه كل واحد كيدير على حساب الموجود عندو، على حساب اللي تيبغي. ناخد القرفه والسنيده ونخلطهم مع بعضياتهم. القرفه كتواتى بزاف مع التفاح، غادي نبدا نزين هكذا شويه الفوق. ثلاثه غنخليهم، غندير فيهم غير فاني، كاين اللي ما كيبغيش القرفه. خديت هنا ساشي ديال السكر فاني ونديروه هنا فوق منهم.
ليمون ديالنا زينتهم بهذا الشكل، غندخلهم للفران. انا سبق وشعلته على 180 درجه، غندخلهم وغنقص ل 170. خرجت المول من الفران، كيف كتشوفوا ها هو الكيكه وطاب. هادو اللي فيهم القرفاجه محمرين اكثر كيف كتشوفوا، جاب هذا الشكل. حتى لي كاب كيك هاد العجينه نقدروا نديروا حتى دي كاب كيك. شوف كيجاو عاليين وزوينين مفشين. نخلي هاد الكيك يبرد واحد شويه عاد نحيدو من المول. خليت هاد لي ميني كيك بردو شويه ورجعت ليهم. كيف كتشوفوا كيتحيدوا بسرعه، كيجيو بهذا الشكل. غناخد الناباج ونحاول ندهنهم واحد شويه باش نعطيهم واحد شويه لابغيونس. كندهنوه بالناباج ولا بالكونفيتور الى عندنا. هاد لي كاب كيك غنخليهم في الكويسات ديالهم، كيجيو زوينين والدراري صغار. الميني كيك ديالنا هما هادو، جاو بهاد الشكل، كيجيو رائعين. التفاح مع القرفه كتواتاو بزاف، كنقدموهم بهذه الطريقه. كيف شفتوا هذا الميني كيك، المكونات ديالو بسيطه وسهل في التحضير وكيوجد بسرعه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، انا متاكده انها غادي تعجبكم. كنشكركم على المتابعه والتشجيع ديالكم الدائم اللي كيحفزني نزيد نقدم لكم اكثر من الوصفات السهله في التحضير، مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.